لقد عمل أعداء الإسلام على إفساد المرأة بشتى الوسائل، فاستطاعوا من خلال تخطيطاتهم وتنفيذ مؤامراتهم التي تفسد الأخلاق، ابتكروا فكرة الموضة ودخلوا على المرأة من باب حبها للجمال. فيا أخيتي الغالية، يا وردة جميلة، يا جوهرة مصونة، أعرفت ما يقصدونه منك أعداء الإسلام؟ آن الأوان منك ألا تبالي فيما يصدرونه من موضات تجاهك، لكي لا تكوني ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخيتي الغالية، كوني جميلة، بل فيما شرعه الله عز وجل، كوني كأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. اجعلي شعارك دائما: هن قدوتي في كل شيء، وسأظل أحمل لوائهن وأسير على خطاهن حتى أحشر معهن يوم القيامة. وأخيرا، شاكرين لكم لإتاحة الفرصة لي، وجزاكم الله ألف خير.